في الوقت اللي البعض الرجاله وستات بتدور على لقطه رخيصه، في ست قطريه اسمها لولو الخاطر، وزيره قطريه، كانت راحت غزه مع قافله مساعدات. الست دي لولو الخاطر انا ما اعرفهاش، لكن الست دي الموقف ده جرح ذكوريه رجاله كتير في الوطن العربي. اللي هي عملته ده جرح ذكوريه الرجاله، ذبح رجوله رجاله، فيعملوا معاها ايه؟ ينتقموا منها بانهم يسلطوا عليها اكل الكلأ الذباب الالكتروني عشان يعملوا عليها حفله لانها جرحت شناب. يعني جرحت رجاله قاعده ماسكه مناصب بتقود جيوش، ام جات ست كده اسمها لولو الخاطر راحت معلمه عليهم، احرجت كل الدول العربيه لما عملت اول زياره رسميه لغزه بعد الهدنه. فطلع عليها دبانه سعودي اسمها عبد العزيز خميس يهاجمها بسبب زيارتها لغزه، فقال لها ايه في الهجوم؟ خش على عبد العزيز خميس، انت يا غبيه، ما الذي حصل في 6 اكتوبر 7 اكتوبر؟ خطف النساء والاطفال يا لولو. هي كانت كاتبه تويتر بتقول لولو الخاطر بتقول من داخل قطاع غزه من ارض الرباط جئتكم محمله برساله اخاء ومحبه ورساله تضامن وتعاضد من دوله قطر قياده وشعبا. راح هو بقى جاب التويتر بتاعتها دي وبيقول لها انت يا غبيه، ما الذي حصل في 7 اكتوبر؟ شوف حتى على فكره ده كاتب، شوف حتى صياغته رديئه زيه، يعني على مستوى الصياغه. ابو ده انت لما تقرا كتب كيسنجر اللي وقت ده تلاقي الراجل بيستخدم الفاظ تقف قدامها كتير جدا. يعني مثلا في الصراع العربي الاسرائيلي يقول بالنص كده انه دي صراع ما بين هواجس امنيه واقعيه لدى اسرائيل وعواطف ومشاعر لدى العرب. يا ابن الذين، ايه ده؟ ايه التوصيف الرائع ده؟ هواجس امنيه واقعيه لدى اسرائيل، هو ده الصراع، مع قدامها الناحيه الثانيه العرب انفعالات ومشاعر. شوف استخدام الدبلوماسي لللفظ، وطبعا الترجمه يعني، لان انا ما قريتش الكتاب بلغته، انا قريت ترجمته، بس وقفت قدام المعنيين دول قوي. شوف ده عبد العزيز خميس ده اهو، ده مش بيبيع بطاطا ولا الحقيقه مبيض نحاس، ده راجل المفروض انه كاتب وتعلم، فبيقول لها انت يا غبيه، ما الذي حدث في 7 اكتوبر؟ شوف الصياغه، شوف بقى قله الادب، شوف قله الادب لما تكلم ست وزيره انت يا غبيه. هي بنتك اللي كاتبه البتاع دي مثلا عندها 5 سنين وكتبت العربي ده؟ مين دي؟ مين اللي غبيه؟ واللي كتب النص ده ايه؟ انت يا غبيه، ما تديها بالشبشب وانت قاعد. جرحتك؟ جرحتك يا عبد العزيز؟ جرحت رجولتك؟ خد عندك صحفي كمان موريتاني اتهمها بانها عميله لاسرائيل، تخيل. بص شيل بقى عبد العزيز خميس، شيل اخ مبيض النحاس ده، معالي الوزيره هل نفهم من هذا الخطاب انك تؤيدين عمليه حماس في 7 اكتوبر؟ خلي بالك ده اللي كانت بتساله السي ان ان لاي ضيف عندها. ام ان هذا خطاب اخذت عليه الاذن من الاسرائيليين والامريكان للمزايده على الاخرين؟ اعتقد ان زيارتك لغزه، اعتقد هو بيقول لك كده، وحملة العلاقات العامة التي قمت بها عربون إسرائيل لقطر مقابل دورها في صفقة تبادل الأسرى. الشيخ ولد السالك ده من موريتانيا، موريتانيا دي بلد المليون شاعر، وما يجيلناش موريتانيا دلوقتي غير الرديء ده، حتى الصيغة رديئة. طب السؤال بقى، هل الهجوم عداء عشان هي راحت تدخل مساعدات لغزة وقالت المساعدات دي مش كفاية وإن غزة أيقظت الإنسانية؟ نسمع كده الوزيرة القطرية كانت بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
وبه نستعين، والعاقبة للمتقين. من داخل قطاع غزة، من أرض الرباط، جئتكم وزملائي محملين برسالة محبة وإخاء وتضامن وتعاضد من دولة قطر قيادة وشعبا. أقول لكم أننا وأحرار العالم معكم، والإنسانية معكم، والحق معكم، والله جل في علاه معكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون بإذن الله. وإيم الله يا أهل غزة، لقد أحييتم الموات وإيقظتم إنسانية العالم بعد سبات. قبلكم كانت كل الكلمات جوفاء، وكل الحكايا مكررة، وكل معاركنا اليومية تافهة، وكل الخطابات والبيانات لا معنى لها. كانت الأيام تتشابه، طواحين من الماديات والاستهلاكية كانت تطحن ضمائرنا وتحرق أرواحنا. ثم جاءت غزة لتعيد ترتيب أولويات هذا العالم، ولا أبالغ إذا قلت أنكم اليوم تعيدون لنا جميعا إنسانيتنا التي سلبت أو ربما نسيناها، فطوبى لكم. حلو، كلام محترم اهو. ده كلام يتقال عليه انت يا غبية، ولا ربما هي احرجت انظمة تانية طلعت المسؤولة فيها تهاجم المقاومة. عبد العزيز يا خميس، ليه ما شفناكش بتهاجم الوزيرة الاماراتية اياها اللي كان راحت اوردر غلط؟ انا فاكر بتاعت الامارات اللي راحت اوردر غلط، اللي حتى بتقرا عربي غلط. شوف الفرق بين نلوى الخاطر والوزيرة الإماراتية إياها. اسمع، بين العروبة وخيانة فلسطين. حد فاكر أو إلعب حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات. إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته لأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاق سياسة جماعي الإسرائيلي. أقول لكم أننا وأحرار العالم معكم، والإنسانية معكم، والحق معكم، والله جل في علاه معكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون بإذن الله. يا أهلنا في غزة، لست هنا في مقام التنظير واستخلاص الدروس، فأنتم وحدكم اليوم من تعلموننا بدمائكم الزكية ودماء أبنائكم الزكية كيف تكون الحرية، وكيف يكون الصمود، وكيف تكون الكرامة، وكيف يكون. لما طلعت الأخت الطرية ريم الهاشمي تتكلم الكلمتين دول بتاعت الإمارات، ليه ما شفناش دبانة منكم بتهاجمها؟ ولا أنتوا لما طلعت للوة في ناس تانية يعني اتجرحت مشاعر الذكورة عندها؟ ست علمت على رجالة بشناب. إنما على أي حال، ربك بيسخر ناس تناس، يعني لولو الخاطر ربنا سخر لها اللي يقف وراها من العرب. هناخد بس منهم الأستاذ جمال سلطان اللي كتب، بيقول يبدو أن تحول الوزيرة القطرية الرائعة لولو الخاطر إلى أيقونة عربية وفلسطينية بجهودها الكبيرة في غزة وتفانيها وتواضعها وإخلاصها للقضية جعل الغيرة تأكل قلوب البعض في دول الجوار، فسلطوا لجانهم وكتابهم للنيل منها بالسخرية وأحيانا بالشتائم الرخيصة. انحطاط لا يصدق. الجدع ولد السالك ده اللي هو بتاع الامارات اللي بيقول لها انت خدت الاذن والحاجات، ما يسمعكش ليه يا ولد السالك وانت بتتكلم على رئيس الكيان الاسرائيلي وهو رايح لابو ظبي اهو، رئيس الاحتلال يا راجل. لا سيبك منه خلاص، بقى هات بقى رئيس الاحتلال يتوجه الى ابو ظبي. ما سمعناكش ليه بتتكلم يا ولد السالك؟ هو انت ولد السالك فعلا ولا ولد حاجه تانية؟ وصل رئيس الإسرائيلي اهو، وصل، والتاني بيقول له عندي بطيخ شمرت بس بلبه شيطان العرب. وصل الراجل بيعمل مؤتمر بيستضيف فيه يا عم بيبو رئيس الاحتلال، وخلاص وصل خلاص خلصت.
السعودية كمان بتشارك في الحرب مع إسرائيل بالضغط على إيران لوقف توسيع الصراع، زي بيقول البلومبرج، مش أنا اللي قلت، هي اللي بتقول. السعودية تعرض على إيران الاستثمارات لوقف حرب غزة، ويتوقف عرض المملكة على كبح إيران لوكلائها الإقليميين، وتعمل الرياض أيضا مع الحلفاء الأمريكيين والعرب لاحتواء إيران. اقتربت المملكة السعودية من إيران وعرضت عليها تعزيز التعاون والاستثمار في الاقتصاد المنكوب بالعقوبات إذا منعت الجمهورية الإسلامية وكلائها الإقليميين من تحويل الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع. وقد تم تسليم الاقتراح بشكل مباشر ومن غير من خلال وسائل متعددة. ده مش بس كده، ده الإمارات نفسها بدأت حوار مع اسمه إيه ده، والرئيس الإيراني تقريبا، حد من إيران راح السعودية وهيروح الإمارات، بيتحايلوا على الإمارات دلوقتي عشان إيه؟ الحوثيين في اليمن. والسيسي رايح عادي جدا يشارك في مؤتمر المناخ مع رئيس اسرائيل برضه، محدش قال عليه خاين ليه؟ والمساعدات لسه مش عارف يدخلها. السيسي يحضر مؤتمر المناخ، انما الشيء بالشيء يذكر، معلش يعني. اخبار مؤتمر مناخ شرم الشيخ ايه اللي صرفنا فيه 15 مليار؟ ايه عمل ايه بقى؟ مش كان في مؤتمر مناخ في شرم الشيخ واتصرف عليه 15 مليار وطلع الراجل مع احمد موسى محافظ سيناء وقال صرفنا 15 مليار جنيه على مؤتمر شرم الشيخ لان احنا هنجني ثمار، ما شفناش حاجه. النهارده هو مؤتمر مناخ تاني وعادي يعني، عادي اللي راح 15 مليار جنيه في بلد بتشحت. محافظ جنوب سيناء انفاق 15 مليار جنيه استعدادا لقمه المناخ يوم السبت 22 أكتوبر 22. النهاردة كام يا بيبو؟ النهاردة 30/11، يعني فات سنة وشهر على مؤتمر المناخ بتاع شرم الشيخ اللي صرفنا فيه 15 مليار جنيه. حد حاسب حد قال أين الفلوس، أين ذهبت الفلوس دي؟ ولا حد حاسب حد. طب حد قال لحد؟ والحكومه هي والسيسي هو ومحافظ جنوب سيناء هو ما هو بنسب. طب حد قال لحد يا جماعه جابت لنا ايه بقى مؤتمر شرم الشيخ؟ دخلنا منه ايه؟ 15 مليار جنيه في بلد بتكح تراب. 15 مليار جنيه يا جاحد، وانت خليت العيش بعدها بسنه بجنيه. 15 مليار جنيه فاسد، والناس بتاكل من الارض، الناس بتاكل من الزباله يا جاحد. والست عشان عندها كرامه مغطيه وشها. 15 مليار جنيه زي اليومين دول راحوا اتصرفوا اكل وشرب وعزومات وناس رايحه وناس جايه واوتيلات، واتقال لنا ياه ده هو محي الدين نتائج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته القادمه. ده اللي خدناه في 15 يناير 23 محمود محي الدين، ده اللي خدناه 15 مليار جنيه اتصرفت عشان الناس تحذر وتهنكر، والسيسي يقعد يتقمع ويعمل نفسه رئيس دوله. رئيس دوله مين يا جعير؟ ده انت ما حدش معبرك اصلا، والناس بتاكل من العيش من الارض من الزبالة. ربنا ينتقم منك ومن كل واحد نادى باسمك ومن كل ست طلعت رقصت لك. الناس بتاكل من الزباله، اطفال بتاكل من الزباله، ده مش غزه. لا 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 لا، هات الفيديو بتاع الزباله ده. ده مش غزه. الفيديو ده في مصر. الفيديو ده في مصر. في مصر المحروسه. مش في غزه. مش في غزه. الفيديو ده في مصر. والزباله دي في مصر. والقبح ده في مصر. والجوع ده في مصر. تخيل. دي الجمهورية الجديدة بعد 10 سنين
من وشك العكر دي الجمهورية الجديدة؟ ستات اهي بتاكل من الزبالة. الموقف ده او المواقف دي جاية بالتزامن مع حدث اثار جدل عالمي بعد مشهد الرئيس الالماني لما وصل الدوحة وفضل واقف في الطيارة فوق نص ساعة مستني حد يجي يستقبله قبل ما يصل وزير الدولة للشؤون الخارجية السلطان بن سعد المريخي لاستقباله. ليه؟ وكالة الأناضول قالت إن اللي حصل ده ربما يكون رسالة مقصود بها التعبير عن الغضب القطري من الموقف الألماني الداعم لانتهاكات الإسرائيلية بلا حدود. ده اللي قالته وكالة الأنباء التركية، ماليش علاقة، قالت كده، قالت إنه وهو يقف عند باب الطائرة عاقدا زراعي. وتم تفسير هذا الموقف على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ممكن ممكن. الحقيقة أنه يعني أنا معرفش، بس هنعرف هل المسؤول القطري اتأخر عليه، هل الجدول اتلخبط، عشان بس ما دافعش عن حد بالباطل كده. يعني في النهاية حتى ولو عايزة تعبر قطر عن استيائها من الموقف الألماني مبقاش كده، مبقاش كده. أنا مش متفق مع اللي قالته وكالة الأناضول التركية، هو تفسير، لكن أنا بالنسبة لي ما فيش كده، لأنه في طرق دبلوماسية الدول بتعبر بيها عن موقفها. أصل إحنا مش قاعدين في حارة شعبية، يعني قوم استقبله، لا مش استقبله، موقفه زبالة يا عم، قوم بس سلم عليه، عيب، مفيش كلام ده. القنوات الدبلوماسية ليها طرق تانية في التعبير عن رفض اللي بتعمل. ثم انت زعلان من ألمانيا بس انت استقبلت إسرائيلي، يعني رئيس الموساد الإسرائيلي موجود في الدوحة، الجزار نفسه الدباح موجود في الدوحة واستقبلتوه، فهل فعلا ايه السبب اللي خلي قطر يعني يبقى الاستقبال بالشكل ده؟ انا شايف انه ده إهمال بصراحة، يعني ماليش علاقة بألمانيا ولا علاقة بقطر، بس في طرق دبلوماسية كتير قوي للتعبير عن موقفك، إنما مش ضروري تعلق الراجل نص ساعة في الطيارة فوق عشان محدش تحت بيستقبله. وقطر أكبر من كده، يعني قطر ما تعملش الحركة الصغيرة دي. ده اللي أنا بقوله، ده رأيي الشخصي. وعلى فكرة لما شفت الموقف كده الصبح أو يعني النهار، يعني موقف يعني مزري، يعني ما تجيبوش، يعني ما تستقبلوش، ما تقولوش تعالى. انما يعني الناس عشان بتحب قطر ممكن يدافع عن موقف القطري، بس انا ما اقدرش ادافع بصراحه. انا بقول لك الحقيقه، يعني اللي يزعل يزعل، ماليش فيه، موقف مش حلو. بس الواقع بيقول ان اسرائيل خسرت كتير في الحرب دي، اسرائيل خسرت كتير جدا في الحرب الاخيره على غزه، واكتر حاجه خسرتها هي الدعم العالمي باستثناء العربي السعودي الإماراتي. الحقيقة السعودية والإمارات بيدعموا بالباط والدلاع.